قال نبيل معلول مدرب الترجي أن 8 ملاعبية يتواجدوا على قائمة المغادرين للفريق، من بينهم المدافع الجزائري إلياس الشطي، وإن صرح الكوتش بأن الحارس المعز بن شريفية وانيس البدري ومحمد علي اليعقوبي باش يبقوا مع الترجي. وكشف الكوتش عن مغادرة 8 لاعبين حيث قال: تفاجأت بقرار إلياس الشطي لشراء بقية عقدي مع الترجي والمغادرة نحو فريق آخر. وأوضح بخصوص محمد علي بن رمضان: مستمر مع الترجي، هو من أفضل لاعبي وسط الملعب في تونس وأندية إفريقيا، ويعد قوة ضاربة للترجي والمنتخب التونسي، وينتظره مستقبلا كبير. وكما زاد قال بخصوص بن رمضان: إنه أي مدرب يتمنى أنه يضم لاعب كيفه وأتم. نقطة قوة الترجي تكمن في وسط ملعبه بتواجد محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي، وفوسيني كوليبالي وغيرهم. ودخل الترجي أحبابي في مفاوضات رسمية مع نادي فالميريا الليتواني من أجل التعاقد مع اللاعب معتز صدام. وكان معتز صدام صاحب 21 عاما قد أعلن عن مغادرته للنجم الساحلي بعد نهاية عقد الإعارة. ويعد صدام من أبرز لاعبي خط الوسط الصاعدين في تونس، ما جعل المدير الفني للمنتخب التونسي يدخله في حساباته ويشركه في بطولة اليابان الدولية. وكان الأحمر والأصفر قد بدأ الميركاتو بضم عزيز فلاح اللاعب الصاعد للنجم بعد نهاية عقده مع فريق جوهرة الساحل، ومحمد بن علي لاعب النادي الصفاقسي الذي رفض مواصلة المشوار مع فريق عاصمة الجنوب. وكما دخل الترجي في مفاوضات مع حمزة رفيعة لاعب منتخب تونس، ومع السوري عمر السوم الذي حل منذ يومين بتونس تمهيدا للالتحاق بالترجي، خصوصا وأن الكوتش معلول كان قد أشرف عليه في منتخب سوريا ويعرف إمكانياته جيدا.